بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وام اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره، وحشتوني. صباح الفل وصباح الرضا وصباح كل حاجه حلوه. تعالوا معايا النهارده عندنا روتين صباحي حلو جدا. بصي بقى يا اختي، انا لسه صاحيه من النوم كده، بقالي ساعه وربع، ساعه ونص، انا مش فاكره قوي، مش بحسب ومش بعد. المهم يعني عماله اقول كل شويه اقوم اشوف مثلا الحاجات اللي ورايا، ابقى قاعده كسلانه كده ومش قادره اقول ايه، كمان شويه هخلص الفيديو دوت واروح قايمه، هتفرج على الحاجه دي واروح قايمه، اروح سايبه الموبايل متفرجه على التلفزيون، وبعدين يعني وبعدها لك هتقعدي كل دوت على الكنبه ولا على الركنه لحد ما امتى يخلص؟ يعني انا مش فاهماكي. قاعده بكلم نفسي ها بصوت فيفي عبده. المهم بقى خلاص، يعني انا المفروض دلوقتي اقوم احضر فطار عشان خاطر الولاد، هصحيهم، لاني نفسي وامنيه حياتي يصحوا بدري زي بقيه البني ادمين يعني. لكن الحمد لله على كل حال. بصي بقى، عايزه اعمل النهارده كده حاجه حلوه لولادي يفطروا بيها، وفي نفس الوقت عايزه اشارككم معايا فيها. واشتريت حاجه امبارح بالليل وبصراحه ما رضيتش افتحها غير معاكم انتوا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه وهنفطر مع بعض. حط اللايك بتاعك، ولو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل. وجودك تحت في التعليقات بتعليق حلو زي العسل زيك. اي نعم الروتين دوت صباحي لكن هينزل لكم بالليل، فمساء الزبده ومساء الحلويات ومساء كل حاجه حلوه. بصي بقى، شايفه الحاجات دي؟ الحاجات دي انا جبتها امبارح بالليل، بس طبعا سبتها زي ما هي كده. انا بعت منك جيب لي ده، راحت جايبه نفسها ده، حشره نفسها معايا في كل حاجه. انا مش عارفه هي البت دي بنتي ولا مرات ابويا ولا ايه بالظبط، انا مش فاهماها يعني. المهم قلت لها خلاص يا منى هاتي اللي انت عايزاه. كلمتني في التليفون الاول. بص كده، ده كده عباره عن مج، عجبني قوي، عجبني المج كده، كيوت وشكله حلو وحجمه حلو، لان انا من الشخصيات اللي مش بتحب الحاجه اللي حجمها الكبير قوي. انا بحب الكوبايات اللي هي العاديه بتاعت الشاي دي، عارفينها اللي هي اهي. وليه نروح بعيد؟ ما اهي اهي هي دي الكوبايه عاديه خالص. فبحب الحجم ده قوي، فكنت بدور على مج الحجم دوت مش بلاقي. بلاقي بقى مجات يا اختي حجم عائلي كده، تحسيه اللي انت مش بتشربي في مج، بتشربي في شفشه. شفشه. فالمهم ايه، لقيت دوت شكله حلو كده وكيوت وسعره كمان احلى. ما اجيبهوش؟ لا طبعا نجيبه. فجبته كده، شكله حلو وعجبني، وعليه كده ست حلوه جميله وزي العسل، عامله دي الحصان وقصه كده ومظبطه حالها. بتبقي قمر كده وانت في المطبخ؟ ردي عليا، قمر ولا مش قمر؟ المهم احنا كلنا قمرات. فلقيته حلو كده فرحت جايبه. سعره كام بقى الاخ الحلو اللي زي العسل دوت؟ سعره 25 جنيه، وبعد الخصم بقى ب 18.75. يعني اسيبه؟ لا طبعا. فرحت جايباه على طول. جبت كده دوت، وهي بقى جابت لي نفسها ده. المهم هي في المحل بتكلمني بتقول لي يا ماما انا هجيب لي نفسي واحد. قلت لها لو جبتي لنفسك واحد ما تجيبوش زي بتاعي، وما لقيتيش شكل تاني ما تجيبيش. قالت لي يعني ما اجيبش لنفسي يا ماما؟ قلت لها هو دوت الاساسيات اللي انا بقولها لك، امشي عليها. مشت معاكي؟ مشت. ما مشيتش معاكي فما تجيبيش. فلقيتها راحت جابت حاجه تانيه بعد ما جت، بصراحه كنت هاخده ليا. لكن قلت لا خلاص بقى، البت غلبانه وتعبت معايا وسمعت كلامي وراحت جابت لي اللي انا عايزاه، فسبتها تتدلع شويه، تتدلع في حسنا. المهم دوت مربع ودوت مدور. بعد ما جت قلت لها المربع احلى، ممكن اخد منك المربع. ده شكل تاني بقى، فلامانكو ولا دي ايه؟ دي اسمها ايه البتاع دي؟ فلامانكو ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قولي لي في الكومنتات قبل ما افتكر. بصي بقى، انا حاولت ان انا افتكر كتير قوي، جه في دماغي قبل ما تكتبي في الكومنتات يونيكورن، هو يونيكورن ايه؟ فلامانكو اللي انا قلتها في الاول، ده عندي عم الوان على الاخر. المهم دوت كده شكله، والمعلقه بتاعته يا اختي صغيره كده وجميله، احتمال اخدها لطقم التوابل بيني وبينك وما تقوليش لحد يعني. ليه موطيه صوتي والاداء دوت؟ مش عارفه، يمكن العيال صاحيين وهيسمعوني ولا ايه. المهم ده كده شكله حلو قوي، كيوت كده يعني. نشيلهم ونشوف بقى ورانا ايه، لان خلاص هزرنا كتير وضحكنا كتير، انا اوان بقى اللي احنا نشتغل بجد ونشوف هنعمل ايه. هشيلهم بس هنا كده ونكمل مع بعض بقيه الروتين. بصي بقى يا ست الكل، نعمل مع بعض معجنات، حاجه سهله وسريعه وتخلص بسرعه، ولا نعمل صينيه كيكه وجنب كوبايه شاي بلبن كده تبقى حلوه ولذيذه؟ طب انا لو عملت معجنات، المعجنات دي اكيد هحشيها صح؟ طب انا ما عنديش جبنه بيضه للحشو، طب اعمل ايه؟ احشيها ايه؟
قعدت افكر كده مع نفسي وبفكر معايا وباخد رايك كده معايا، فمش هينفع. طب نعمل كيكه، كيكه شوكولاته ولا كيكه فانيليا؟ اختاري معايا بسرعه، تختاري ايه؟ نعمل نص ونص. يلا بينا نعمل كيكه نص ونص ونشوف النتيجه بتاعتها عامله ازاي. هنخترع اختراع كده حلو كده زي العسل بالازازه. يلا بينا ايه نبدا على طول. هروح يا اختي الم اشيائي كده من الثلاجه ومن دولاب الخزين والحاجات اللي لزوم الحركات او لزوم التحضيرات، واجي لك تاني بسرعه بكل حاجه. او تشوفي شكلي وانا شايله الحاجه على قلبي. بص اول حاجه جبتها، بس انا اوريكي حاجه حاجه. بصي انا شايلاهم ازاي. زي ما انت تخيلتي كده. ده كده جبت اللبن، جبت السكر يا اختي. بصي ما اتاخرتش، انا جبتهم من البقال اللي تحت البيت على طول. جبت ازازه الزيت علشان خاطر اللي عندي هنا في المطبخ خلصانه. جبت معايا كيس دقيق. جبت بقى معايا ايه، 3 بيضات كده حلوين فضلت خيرك ماشي. وجبت معايا كمان كيس فانيليا، لا كيسين فانيليا. وجبت معايا كيك شيف، جبت معايا تفاحيه عشان اغسلها واكلها وانا بقى ايه بعمل الكيك، عشان مش معقول هعمل كل دوت من غير ما افطر. يعني افطر كده وبالي ريقي باي حاجه بسيطه، وبعد كده ايه نظبط مع بعض كوبايه شاي بلبن كده وصينيه كيكه حلوه. الحاجات دي كده انا هستخدم معاها ايه، هستخدم معاها كاكاو. كيكه كده ناقصها حاجه ولا ايه؟ مش هي بتتحط سكر لبن زيت دقيق بيض، في حاجه ناقصه ولا ايه؟ انت شايفه حاجه ناقصه ولا لا؟ انا شايفه كده مفيش حاجه ناقصه الحمد لله. ممكن نضيف بس كده معلقه خل. الخل اهو معانا الحمد لله. ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانه بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الحاجات دي كلها انا جايباها جوه من الثلاجه، يعني انا ما نزلتش عند بقال ولا اي حاجه، ده انا بهزر معاكي. المهم يلا بقى بينا نجيب البوله اللي احنا هنعمل فيها التفاحيه. انا هاكلها وهي كيكه في الفرن. انا مش عارفه بقى هو الفيديو دوت هيقعد وقت قد ايه، بس زي ما يطلع انا هنزله لك ببركه ربنا. يعني ساعه بقى نص ساعه، اللي بيحبوا هبه هيتقبلوا منها اي حاجه كده. المهم جبت بقى معايا البوله دي، هكسر فيها بسم الله الرحمن كده، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 بيضات. في دي تبانه رخمه قوي عماله تضايقني. هطفي النور هشها وارجع لك تاني. خلاص كده الحمد لله قدرت ان انا اتخلص منها. جت تاني، جت تاني. اكتر حاجه بتضايقني وانا بصور معاكم هي الدبان كده. 3 بيضات الحمد لله اهو. هغسل ايديا بقى كويس جدا، مطرح البيض، وبعد كده تضربهم مع بعض كويس جدا. بعد بقى ما غسلت ايديا الحمد لله وهشيت تاني علشان خاطر الدبانه ما تجيش تضايقني، حضرت معايا الهاند بلندر. ولو انت عايزه تعملي زي الكيكه اللي انا هعملها دي، ممكن تضربيها في الخلاط، يعني البيض ده تكسريه في شفشق الخلاط. هضربها بقى بسرعه عشان ما اوجعتش دماغكم، وهرجع لكم تاني عشان الصوت بس. كده ضربت الثلاث بيضات كويس جدا. هبدا بقى ان انا احط السكر والحاجات السائله. اول حاجه هحط بس الفانيليا. انا ضربت البيض الاول وبعد كده هحط بقى الفانيليا. هحط 2، ممكن كمان لو عندك الفانيليا السايله دي ممكن تحطي منها نقطتين كده هتبقى حلوه، لان هو الكيس صغير جدا، فلما بحط 2 بيبقوا حلوين بصراحه. هضرب برده تقليبه تانية مع الفانيليا و كده خلاص. ما شاء الله ضربت البيض مع الفانيليا. يلا بقى نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بالسكر. السكر انا هحط السكر زياده شويه عشان تبقى مسكره وطعمها حلو. يعني دول مثلا كده كوبايه اهي، شويه اللي فاضلين دول تقريبا معلقه اهو، بس انا هزود عليهم حوالي نص كوبايه تاني. بص كده هزود هنا كده حوالي نص كوبايه بس كده، كفايه قوي الحمد لله. هحط بقى الايه نص كوبايه دول. ليه كده؟ ليه كده تعملوا فيا كده؟ ينفع كده؟ الحمد لله مش وقع كتير. المهم هخلي الكوبايه هنا عشان هستخدمها. هضرب بقى ضربه سريعه كده السكر مع البيض والفانيليا وارجع لك تاني يا ست الكل. خلاص بعد ما ضربت البيض مع السكر والفانيليا ما شاء الله بقى بالشكل دوت كده. تعالي بقى معايا نفتح الزيت ونحط بقى الزيت ونحط كمان اللبن. ماشي؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا ان انا احط كوبايه الا ربع من الزيت كده. حلو قوي زيت اهو، كوبايه الا ربع زيت. هحط برده كوبايه بقى لبن. اوسع كده لنفسي بس شويه. بسم الله، كوبايه لبن.
كده حلو قوي معايا ما شاء الله. عايزه اقول لكم اسمها ايه، بحب ريحه الكيكه قوي، يعني العجينه حتى بتاعتها بتبقى ريحتها حلوه كده. هقلب بقى الزيت مع اللبن مع الحاجات اللي احنا ضربناها في الاول. هقفل بس عشان هضربهم عشان الصوت وارجع لك تاني. بصي كده بسم الله ما شاء الله، بعد ما ضربت كل السوائل مع بعضيها، استني اوريكي بالظبط، بعد ما ضربت كل السوائل مع بعضيها بقى بالشكل دوت. بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. هنزل بقى عليها دلوقتي بالدقيق وبالكاكاو، بس مش هنزل بالكاكاو كله، هنزل بالدقيق الاول. هشيل بس دوت كده، مش محتاجاه دلوقتي. ماشي، هجيب بقى الدقيق، هشوف عندي لو في العلبه فيها دقيق، مش هفتح دوت. بسم الله الرحمن الرحيم، او فيها الحمد لله. بص كده هنزل بقى بالدقيق، الدقيق اللي انا هنزل بيه كوبايتين، فانا طبعا مش عاير علشان خاطر ما اوسخش حاجه، انا عارفه المقدار كويس كده. هحط شويه دول واقلبهم، حسيت ان انا محتاجه تاني هحط. بصي انا نسيت احط نقطه خل فهحطها دلوقتي، بس كده بمعدل معلقه يعني، بس هي عشان خاطر مش محطوطه قدامي فانا نسيتها خالص. هنزل بقى بالكيتشف، ممكن باكن باودر او محسن كيك على حسب المتوفر عندك. حطيت كده الباقي كله، يلا بينا بقى نقلب كل المقادير مع بعضيها في اتجاه واحد. ها لو عايزه احط دقيق تاني هحط، بس عايزه اقول لك القوام حلو قوي، الفوم اللي حاصل دوت حلو. انا المفروض بصراحه، بس انا نسيت انخل الدقيق، بس هو دي نوع كويس، بس لما بتنخليه بيدخل الهواء كده وبيخلي الكيكه بتاعتك هشه وجميله. انا مش عارفه الف يا اختي البتاع عشان الكاميرا، فانا هحاول ابعد الكاميرا شويه. ايه رايك كده حلو ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله اعرف اكملها. هي طبعا كده محتاجه دقيق تاني عشان كده لسه سايله، هحط لها كده حوالي نص كوبايه. وانتي واقفه بقى في المطبخ بتقعدي تستغفري كتير، وكل حاجه بتعمليها زي ما انتي شفتي كده معايا تلقائيا، بسمي الله في كل حاجه وبقول ما شاء الله ربنا يزيدنا كل الحاجات ديت، كل كلام ربنا حلو قوي. لو اعتمدتي الحاجات دي عندك في بيتك وفي مطبخك ان شاء الله ربنا هيكرمك وتلاقي كل حاجه كده عندك متيسره ان شاء الله. كل حاجه هيبقى عندك في البيت فيها بركه، البركه حلوه قوي في البيت. بص كده لسه برضو محتاجة دقيق تاني، عايزة شوية دقيق تاني. يظهر ان انا حطيت كتير يا اختي، معلش نبقى نعالجها بشوية لبن بس لما نشوف. هحط كده هقلبه كده مع بعضه وشوف النتيجة عاملة ازاي، بس الحمد لله لا مش كتير ولا حاجة، انا اللي بقول كده بس، لكن هو لا مش كتير، بس تقيلة على ايديا كده. بعد ما خلصت الكيكه بتاعتي، ده القوام بتاعها اللي انا محتاجاه. عندي بقى هنا البوله ديت او اي حاجه عندك، عشان احنا هنعمل كيكه بلونين، فانا هفصل هنا شويه، هاخد كده شويه حلوين هنا. بص كده كده كفايه قوي، هاخد الكميه دي. الكميه دي بقى هعملها بالشوكولاته. ازاي هعملها بالشوكولاته؟ هحط عليها معلقتين من الكاكاو، تمام؟ ولما احط الكاكاو لو لقيت الكاكاو تقيل معايا او العجينه بتاعت الكيكه تقيله معايا هزودها شويه لبن عادي، مش هيحصل حاجه. بصي كده الكاكاو دوت، بالمناسبه علشان خاطر ناس كتير قوي سالتني، الكاكاو دوت من شركه دريم، حلو جدا. كتب لي كومنت قبل كده ليه مش بتستعملي الكاكاو الاسباني، استعملته قبل كده بس لما جربت بتاع شركه دريم لقيته حلو قوي وبيقعد كتير، يعني انا جايباها بقالي كتير جدا العلبه دي. العلبه دي بتبقى هديه على المنتج. هضربهم بقى مع بعض كويس جدا واخلي بقى الكاكاو يختلط كده، هو بالمناسبه الكاكاو خام يعني مش محلى. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس قوي لحد ما ايه، اخليهم بقى يختلطوا مع بعض هنا كده. بعد ما خلطت بقى الكيكه الكاكاو لقيتها تقيله قوي، فروحت مزوده طبعا شويه لبن وقلبت تاني لحد بقى معايا القوام بقى اللي انت شايفاه دوت كده، الدنيا بقت تمام. هبدا بقى اللي انا اصبه هنا برده، بس الكميه طلعت اكتر من اللي هي البيضه، بس مش مشكله مش هيحصل اي حاجه خالص. نحضر بقى الصينيه ونشوف بقى هننفذ المقادير ديت ازاي مع بعض، او هنقفل الصينيه ازاي بالازازه ديت. معايا الصينيه،
اللي انا هعمل فيها الكيكه حطيت فيها سمنه من تحت. وعايزه اقول لك انا كنت الاول بحط زيت، والزيت بعد ما الكيكه بتستوي بتلاقي كده في طبقه في الكيكه طالعه شكلها مش حلو، بتحسي اللي هي الحاجه اللي انت مبطنه بيها الصينيه طلعت على وش الكيكه دوت بسبب الزيت. لازم تحطي كده زبده او يعني حاجه بسيطه كده من السمنه. حطيت كده السمنه بالشكل دوت، هحط كمان في الجوانب بتاعه الصينيه علشان خاطر ايه ما تلزقش معايا كده. تمام، ممكن بقى تبطنيها بالدقيق او بالكاكاو، انا هحط دقيق هو اللي قريب بالنسبه لي. الدقيق اللي انا هحطه مش كتير، حاجه بسيطه كده يعني، المهم اللي انا هبطنها هعفرها حاجه زي كده يعني، على حسب ما انت ما بتقولي يا اختي. بس ان شاء الله باذن الله لو عملت الكيكه بالطريقه ديت هتاكلي احلى صينيه كيكه، ممكن بقى تنفع لللانش بوكس للمدارس على حسب ما انت عايزه. كده خلاص بعد ما بطنت الصينيه بتاعتي كويس جدا، وزي ما بقول لك تنفع بقى تديها قطع كده للولاد في اللانش بوكس. طبعا عايزين نعمل شويه افكار لللانش بوكس ان شاء الله باذن الله هنعملها مع بعض. جبت معايا الازازه، والازازه ديت بتاعه البيبس قطعتها بالشكل دوت وغسلتها من جوه، هحطها بقى هنا كده في النص بتاع الصينيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. في النص بالظبط، اول حاجه هنزل بيها هي طبقه، لا خليها طبقه بيضه علشان خاطر الدقيق اللي انا حاطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده مش عارفه واضح لك ولا لا، بس هوريكي استني كده، اظن اللي هو واضح شويه. بعد كده هنزل بطبقه تانية من فوقيها طبقه كاكاو، واحده تانية بقى زيها، ايديكي بقى تبقى سريعه كده علشان خاطر ايه الموضوع يخلص معاكي بسرعه. ليه الناحيه دي مش بينزل حاجه؟ بصي شكلها حلو قوي. لا 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 النتيجه بصراحه ابهرتني يعني. انا حطيت هنا الشوكولاته كلها علشان خاطر في شوكولاته تانية هجيبها واحطها. هجيب بس معايا هنا الزبتيوله وهبدا ان انا انزل بقى كل حاجه بس كده. بصي كده شكلها عامل ازاي، شكلها بقى حلو قوي. همسح الحوسه اللي حصلت ديت ولا اكني اي حاجه حصلت. اوعي تتضايقي، اوعي تتضايقي اللي في حاجه بتقع منك كده وتلحوسي الدنيا دي كده يعني حاجه حلوه، اوعي تكوني فاكره اللي هي حاجه وحشه. هنزل بقى كده بقطع صغيره من البيضه ديت، حاجه بسيطه قوي عشان معايا شوكولاته كتير يعني. ايه يا ايه ضحكت عليا، لكن محدش يقدر يضحك عليا. خليكي ست بيت شاطره كده وزي العسل. ادخلها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما تستوي معايا، وبعد ما تطلع ان شاء الله هوريها لك وناكل بقى التفاحيه مع بعض. ريقي نشف قوي يا اختي. يلا بينا ندخلها الفرن ونشوف النتيجه عامله ازاي بعد ما تخلص. دخلتها الفرن الحمد لله، ولميت بقى اللحوسه اللي كانت حصلت، بس الدنيا بقت تمام الحمد لله. يلا بينا بقى ناكل التفاحه، لان بصراحه حاسه كده ان انا هبطت عليها، هغسلها وارجع لك. حابه بس اقول لكم حاجه بسيطه جدا لحبايب قلبي متابعيني المحترمين اللي كل اللي بيتفرج عليا، شكرا جدا لتعليقاتكم الجميله وروحكم الحلوه والتفاعل اللي بيحصل عندي في القناه. بجد 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 فعلا محتاجه ان انا اشكركم، انتوا فعلا ناس تتشال على الراس من فوق قمه في الذوق والاخلاق والاحترام. مهما اتكلم ومهما اقول بجد مش هوفي الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه لي. ربنا يخليكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. بجد عايزه اقول لكم كل حد بيكتب لي كومنت فعلا ببقى حاسه فعلا الكومنت اللي كتب لي دوت مش كتبته كده وخلاص، لا دي كتبته علشان خاطر هي بتحب هبه، بتحب هبه حتى لو كومنت فيه نقد، بس النقد بيبقى بأدب. بتقولي في الاخر خالص
تبقى بتكتب لي بقى المجد اللي هي بتكتبه في الاخر خالص تقول لي اوعي تزعلي انا بقول لك كده عشان بحبك وخايفه عليكي وخايفه على مصلحتك. شكرا جدا ليكم، شكرا لاحترامكم واخلاقكم، فعلا متابعيني ناس محترمين، هفضل اقول الكلمه ديت لحد اخر يوم في عمري، متابعيني ناس محترمين. كل حد بيكتب لي كومنت بيدل على البيئه او التربيه اللي هو اتربى. شكرا جدا ليكم، شكرا لاخلاقكم وذوقكم واحترامكم ليا. ربنا يدوم المحبه اللي بينا، اللهم امين يا رب العالمين. والله العظيم لو طول اللي انا اكلمكم كلكم، بس انا في نيتي ان انا اشتري خط واخلي لي القناه، واي حد عايز يتصل بيا هسيب لكم الرقم بتاعي، بس النيه تيجي بس ان انا اشتري الخط دوت، اشتري الخط ونتكلم مع بعض ونسلم على بعض، لان انا فعلا ببقى في ناس بتقابلني في الشارع وتقعد تقول لي هبه ادينا الرقم بتاعك، عايزين نكلمك، عايزين نتواصل معاك كتير. لكن معلش حقكم عليا، لكن بفكر في الموضوع والنية موجودة. شفتي خليتيني انسى اكل، ينفع كده؟ تعالي كلي معايا، والله هتبقى احلى تفاحة. يعني عارفة يعني انا بالنسبة لي لو كل واحد خد قطمة كده هتبقى جميلة قوي. وطبعا لقمة هنية بتكفي 100. خلاص قربنا على 700، ها وعيد ميلادي قرب وبقى بالي الهدايا. بهزر معاكم طبعا، عيد ميلادي قرب وولادي عمالين يقولوا لي لا مش هنجيب لك حاجه، وانا بقول لهم لا انا عايزه هديه ماليش دعوه. فكل واحد بقى عمال يفكر كده، وبشوفهم يعني بشوفهم كده في خطط بتحصل حواليا، في حاجات بتحصل كده في البيت، فاكرين ان انا مش واخده بالي ونايمه وكده، لكن انا يا اختي مصحصحه لكل حاجه. باكل التفاحه في المطبخ ومستنيه الكيكه تطلع من الفرن عشان عايزه اشرب شاي. مش عارفه بقى بعد التفاحه المسكره دي هينفع اشرب شاي باللبن ولا اعمل شاي ساده ولا اعمل ايه. بصي بقى الكيكه دلوقتي خلاص خلصت معايا، هوريكي النتيجه، بس اوعي ولا تضحكي عليا ولا تتمقلسي عليا ولا حتى تقولي اي حاجه. قولي ايه؟ قولي إيه؟ قولي جميله وزي العسل يا هبه. الاقي الكومنتات كلها تحت جميله وزي العسل يا هبه. ماشي ماشي، خلي بالك خيبه الامل اللي حصلت لي ممكن تحصل، خلي بالك. ها انا مش بقول لك ولا بفول عليكي، بس يعني هي بتحصل في احسن العائلات. الكيكه جميله وزي الفل، بس اتلسعت مني من فوق. قدرت قدر تتلسع من فوق؟ ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل ولا ايه اللي جرى؟ انا مش عارفه، يعني زيك بالظبط اتصدمت اول ما شفتها، عملت كده على طول يعني. الحمد لله على كل، المهم اللي هي بتيجي في الحاجات البسيطه دي، الحمد لله على كل حاجه. تعالي كده نفتحها ونشوفها من جوه يا اختي عامله ازاي، ما اتلسعتش من الارض واتلسعت من فوق. شفتي خيبه الامل اللي انا فيها عامله ازاي؟ واكسه واكسه اهو. هنفتحها كده، هي سخنه طبعا، بس عايزه اقول لك اللي ريحتها حلوه، يعني هي مقدور عليها، يعني هي مقدور عليها. الطبقه دي هتتشال كده ومش هيحصل اي حاجه يعني. هتتاكل يعني هتتاكل، يعني مفيش حاجه هتترمي عندنا هنا، مفيش حاجه بتترمي الحمد لله. بصي هياكلوها، هياكلوها غصب عنهم. انا قطعتها مش عارفه دي كده، مع ان الكيكه ما بتتقطعش كده، بس انا قطعتها كده عشان ما حدش يعني يبقى ايه خد الحته دي كده لوحده، يبقى كل واحد خد منها حته. يعني بقسم كده بما يرضي الله. والله جميله ولا محروقه ولا حاجه، انا مش عارفه انا ليه بفكر كده وبقول اللي هي محروقه، لكن هي ولا محروقه ولا حاجه. بصي ما كملتش التفاحه، اكلت نصها بس، سبت حته كده في بطني للكيكه عشان ما ينفعش الاثنين مع بعض. اطلع معلقه بقى يا اختي ونشوف بقى الايه الكيكه بتاعتنا اخبارها ايه. لا 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 لا، هي جميله، هي جميله والله، يعني هي في بدايتها كده مبشره بالخير. بصي مش انا بقول لك جميله، بس سخنه، سخنه جدا جدا. طلع حته تانية كده، والصينيه كمان سخنه، ما انا مستعجله. بصي كده بسم الله، جميله طعمها حلو قوي وهشه كده وزي العسل. لا لا حكايه، لازم تجربيها. ماما مكة صحيت، خديها مكة. بصي كده ده شكلها، يعني هي الحته بس دي اللي اتحرقت مني والله، يعني ولا خيبه امل ولا اي حاجه. تعالي كده نحاول نشيلها. بصي
لو انا شلت الحته دي كده بالسكينه او اي حد يعني هياكل خلاص، هي الحته الصغيره دي اللي اتحرقت. كل واحد هيشيل حته قد المثلث ده كده، خلاص كده الدنيا بقت تمام والحكايه معانا زي الفل. عايزه اقول لك اللي هي هشه وجميله جدا من جوه وطريه، بصي عامله ازاي، طريه جدا اسفنجيه، طعمها حلو قوي، الشوكولاته اللي فيها جميله كده مخليها حلوه. بصي من جوه عامله ازاي. يلا انا كده كده انا اللي هاكل الحته دي، فتعالى اوريها لك. بصي يا اختي، بصي جميله زي العسل ازاي. جربيها بقى، بس اوعي تخيبي خيبتي كده وتتحرق منك في الاخر، بس هي بصراحه جميله قوي وعجباني، والف هنا وشفا للي هياكل. مش عارفه بقى هعمل جنبيها قهوه ولا هعمل جنبيها شاي بلبن، بس هي كده يعني محتاجه ولا قهوه ولا شاي ساده، هي محتاجه كوبايه شاي بلبن في الفنجان الجديد او المج الجديد وتعيشي حياتك اهي. بصي حاجه كده يعني تحفه والله، عايزه تتاكل. بصي افتحي بقك ريحتها حلوه وطعمها احلى. انا هقعد بقى اعيش حياتي، هرجع دول في الصينيه واغطيها واسلفنها كويس لحد ما الولاد يصحوا ان شاء الله. مكه بس هي اللي صحيت، وهاكل مكه معايا بس كده. خلاص ده كان الروتين بتاعي النهارده، هعمل كوبايه شاي بلبن وخلاص على كده. بحبكم في الله، احلى وقتي بخير، والسلام عليكم.